الحق ده اجت ناس ببلطجية بسلاح وجروا في المحل بالأسلحة ودخلوا وعملوا مشكلة كبيرة وطبعا وهربوها. تمام. احمد بيطايل رئيس المباحث مشكور، بعت وبعت لنا ضابط هنا وكلام من ده، والسيد وكيل النيابة اجى اخد الاقوال وفرغوا الكاميرات وكله تمام وتعاونهم وما شفناش تأثير من حاجة، بس نتيجة ما فيش. النتيجة إن شاء الله تكون يعني نتيجة مطمئنة. ما فيش، يعني احنا عيالنا بتموت واحنا مرميين بقالنا 3 ايام قدام المستشفى، ها؟ وهي قاعدة بقى الله اعلم قاعدة في الساحل ولا قاعدة في مارينا ولا قاعدة فين، إن شاء واحنا الله متبهدلين. إن شاء الله يتم ضبطها، تمام. إن شاء الله يتم وطبعا ضبطها، السارة من اسكندرية ومعروفة وهي قاعدة في اسكندرية، إن شاء الله يتم فهي ضبطها، إن شاء المفروض الله تكون تيجي وتتبهدل زي ما احنا اتبهدلنا، يعني يا ريت هي حتى عبرتنا، يجي انما ويتم التفاهم تيجي مع القرارات. وتبعت لنا بلطجيه وسلاح وترويع في المحل ويخشوا المكتب عندي، المكتب الخاص بيا بسلاح، إن شاء الله فاحنا يتم عايزين ضبطها، حق عيالنا لان عيالنا في خطر، إن شاء الله وكل يتم ضبطها. شويه الدكاتره برايي هل هي لا عمليه، لا استنى شويه اما الحاله تستقر، لا نزف في المخ، لا الماده اللزجه اللي جوه المخ نزلت، فاحنا مش فاهمين احنا الوضع ايه واحنا مش عارفين نعمل ايه واحنا تعبنا، إن شاء احنا الله ربنا تعبنا، يطمنكم، فلازم تتبادل زي ما احنا إن اتبادلنا. شاء الله ربنا. واحنا كنا نسامح في حقنا، يعني هي لو كانت حتى يعني بادرت وجابتهم المستشفى، لو كانت حسينا منها ان هي زعلانه بتعيط في اي حاجه، لكن ما فيش اي حاجه منها.